او ديبي سيتي سا او ديبي بوركيبا حاب ينحي المزارات لدرجه انك مشيت للقرقنة فما معتمد التو يستذكروا فيه امراه عطاره سالتها قاعده تحكي لي في الحكايه اسمه فانتر سي فانتر هذا نحى المزارات والمزارات في قرقنة مختلفين على البلايص الاخرين هما قباب صغار دونك كان يدور يقول نحى عليها الجنابر جنبور بمعنى قصير هذه القبابة الصغيرة وقال لك سي فانتر بعد الحكاية هذه كل ولا جوه كوابيس في الليل وصارت له مشاكل كبيرة لدرجة أنه بعد مشى رجع البعض منهم وطلب بالسماح واعتذر عما قام به في نفس السياق يحكيوا على بورقيبة حكاية تنا قالوها الثقات وأكد تعرفها أنه كان مشي ناحي سيدي منصور وحلم به قال له حدك هنا ما تمسنيش وتراجع اوعى وتراجع تراجع بورقيبة وحكاية أخرى تعرفت عليها توا المدة الأخرى وأنا نلوج على الوليات في سوسة ثم امرأة وسط في العمر يعني تقريبا توا 65 سنة قالت لي وأنا صغيرة قالت لي عمري 15 سنة نتذكر جاء بورقيبة سيدي عامر ثم سيدي عامر المزوغي وأخته للا رقية سيدي عامر من كبار الأولياء معروف قالت جاء وطلب من الجماعة غادي باش يكسروا بعض الديار باش يعملوا كياسات كي بداو يكسروا في الديار يبدو انه مره اخرى حلم بسيدي عامر يتهدد هو يتوعد هو قالوا كيفاش تكسر لي في الديار نتاع ولادي تحكي قال تبعيني شفت بورقيبه جاي يطلب في السماح عند لولي ويقول له لا 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 مش انا راه عمر شاشيه فكره تاع عمر شاشيه جي تروفي سا اكسترا خاطر بورقيبه عنده هالقدره هذه باش يحطها في راس حد اخر قلت حتى في مجال الولايه الا غيسي باش يقول عمر شاشيه وحكايه اخيره دو ينقل عن الرواد الثقات انه بن علي ايضا الله يرحمه وقت اللي جايبني في قصر سيدي الظريف ثم ولي نحى من غادي وجاه لولي وقال له كيما نحيتني باش نحيك ونخرجك من بلادك كيما خرجتني من التربه نتاعي بون تصدقوا ما تصدقوش ما هذه حكايه تنقلوا توضيح صغير في المعلومه انه بن علي احلم بانه فما الولي اللي موجود في قصر سيدي بوسعيد قال له راه اذا باش نحيني من هنا راني باش نزعزع لك حكمك شعمل هو في مرحله اولى بدلوا البقعه اخرى نفس المكان يقولوا وقتها صارت احداث حوض المنجم من بعد نحاوه فلقى روحه بن علي في السعوديه والحكايه الاخرى صارت في الجنوب كان بورقيبه وهذا يعرف يوسف الصديق بسيفته ولد المنطقه يمشي يعدي ايامات في نفطه فكان ثم وكيل تاع زاويه ذاقت به الحال نادى بنته قال لها جيب جواب وانا ما دامني وكيل الزاويه هذه نحب نكتب جواب الربي يا بابا يهديك قال لها جيب جواب وستيلو باش نمل عليك هيا حطت ستيلو مل عليهاش باش تقول بابا قال لها كلمتين يا ربي انا فلاني قايم على هالزاويه هذه توسني الله لكنك ترى الحال حال الله والامور صعبت ياسر راني مطالب كان مليون مليون يفرهدني وفعلا تحطك الورقه في الجواب وتعملت تبري ومن برا كتبوا عليه الى الله لا رئيس البوسطة في البقعة هذيك جابوا له جواب شنو هذا الجواب مكتوب عليه إلى الله من برا ما طلعش مؤامرة ضد بورقيبة ورسالة مشفرة حد يقراه يهزوا للوالي الوالي قرا الجواب الوالي كان مضيف عنده بورقيبة كل ليلة يتعشى معه هزوا البورقيبة بورقيبة يقرا في الجواب وشايخ قال لهم والله هذا جريدي تعريف غدوة تبعثوا لهم ماندا 500,000 كبر كرش وبرش لحبايه في الديره جو هذه من دا ما عندها بعث لك بورقيبه قال لك راه عن طريق رب اللي بعث له جواب عدت شهيه شهرين جريدي كيما يوسف كعرار هي عاود جواب كذا 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 قال له يا ربي المره هذه يبعث لي مليون اما بعثه لي مباشره لي انا رب بورقيبه قريب لي في 500,000